تعازينا الخالصة لكل العائلات التي فقدت أشخاصا وهم يقدمون المساعدات للفلسطينيين جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزة. اليوم نشاهد ونقف مرة أخرى على العدوان الذي يستهدف الفلسطينيين الأبرياء والمدنيين العزل، العدوان الذي أتم شهره السادس، 6 أشهر كاملة من العمليات الوحشية الهمجية ومن الإبادة الجماعية، 6 أشهر من المعاناة والمأساة لسكان غزة، 6 أشهر لامتحان مدى إنسانية كل واحد منا، 6 أشهر لامتحان القرارات الدولية ومدى إمكانياتها في حماية التعايش بين الأجيال القادمة. إن سكان غزة يتعرضون للمجاعة، بل هم يعيشون المجاعة الحقة. إن مجلس الأمن قد طلب بالوقف الفوري لإطلاق النار عبر القرار 2728، وبعد 10 أيام من مصادقته قوات الاحتلال ترفض تطبيق القرار، وهي ليست مفاجئة بالنظر إلى آلة الحرب المستمرة والمدمرة التي تستعملها والتي تقوم بخرق جميع القوانين الدولية دون أدنى عقوبات. يجب أن نضع حدا لهذه الخروقات باسم الإنسانية، يجب أن نتحرك الآن.